مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بمستر حازم احمد، صاحب شركه ميم الماري للتجاره العامه وارض العطاء. اهلا وسهلا فيك مستر حازم. اهلا وسهلا فندم. مستر حازم، حابين نعرف اكتر عن حضرتك، وامتى بدات تاسيس الشركه الخاصه بيك؟ والله انا بدات من 2013 في تاسيس شركه موجوده هنا في الامارات. يعني حبيت مجال التجارة هنا وإدارة الأعمال، يعني البلد في هنا أو الدولة هنا بتساعد شوية مجال الاستثمار. نعم. في آلية وفي بساطة شوية في استخراج الأوراق وإدارة الأعمال بشكل عام. يعني نعم مستر حازم. مستر حازم، حابين نعرف إيه الخدمات اللي بتقدمها في الشركة الخاصة بيك؟ والله إحنا بنستورد خضروات والفاكهة وبعض المواد الغذائية من بلاد مختلفة، وبنعمل لها طبعا سواء بيع هنا او اعادة تصدير لبعض البلاد التانية اللي هي مجاورة لنا. نعم، يعني مش تصدير هنا بالبلد بس، لا، فينا بتصدر، بنعمل اعادة تصدير مرة تانية لبعض الدول المجاورة لنا، يعني دول خليجية برضو. نعم اكيد. مستر حازم، زي ما انت عارف، في ظل المنافسة الشديدة الموجودة هنا بالامارات، ازاي شركة ميم الماري للتجارة العامة وارض العطاء قدرت تتميز؟ والله هو المجال طبعا صعب وفي منافسة شديدة طبعا ما بيننا وبين بعض الشركات او الشركات اللي في ضخمة طبعا، يعني مالتي ناشونال موجودة هنا في السوق. لكن اهم حاجة في مجال اي تجارة لازم يكون في نوع من المصداقية مع العملاء. طبعا لازم يكون في اجتهاد وانت تبذل كل المجهود بتاعك لخدمة العميل بحيث ان هو العميل بتاعك ما تخسروش. بنتميز طبعا ان احنا عندنا التزامات مالية في المواعيد بتاعتنا ما بنخسرهاش. نعم. كل ده طبعا بيفرق معاك كمصداقية بالنسبة لأي عميل انت بتتعامل معه. اكيد طبعا. مستر حازم، حابين نعرف عن نظرتك المستقبلية ان شاء الله. والله النظرة المستقبلية طبعا، يعني العالم كله بشكل عام دلوقتي داخل على، يعني في ازمات حروب وكده، في ازمة غذاء موجودة في العالم، يعني او في المفروض يكون في تامين غذائي. فطبعا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ناخد بعض المزارع او بعض الاراضي للزراعه في بلاد تانية حوالينا، وبرضه هنا نحاول ان احنا نزود شويه قطاع الزراعي باستخدام، يعني احنا نستخدم تقنيه الزراعه ومن هذا القبيل، يعني في ان احنا نقدر نزود المجالات الزراعيه بتاعتنا في الاستثمار الزراعي بحسن احنا نأمن الموارد اللي احنا بنستخدمها. نعم اكيد. مستر حازم، زي ما انت عارف ان احنا في افضل بلد هنا بالامارات. تمام. قادة وشيوخ بيساعدوا كتير مستثمرين هما يستثمروا، ونعمة الامن والامان. تمام. ازاي ده قدر بالاخص قدر يساعد مستر حازم احمد ان هو يستثمر هنا بالامارات؟ والله البلد هنا زي ما بدأت حديثي، يعني ان هي فيها حاجات كتير جدا مميزة. نعم. اول حاجة احنا عندنا هنا، اول حاجة ان انت ماشي في الشارع عندك نوع من الامان ان انت مش هيحصل لك اي حاجه. اكيد. نعم. ولو لا قدر الله عندك اي حاجه بتتصل بالتليفون، سرعه الاستجابه هنا عاليه جدا. النقطه الثانيه طبعا اللي هي نقطه ان طبعا القاده والشيوخ بتوع الدوله هنا بيساعدونا كتير في فكره ان هو استخراج الاوراق، التعاملات الحكوميه. طبعا مفيش بيروقراطيه زي بعض الدول الاخرى، لكن هنا بيكون في سهوله ويسر جدا في استخراج بعض الاوراق والتراخيص والحاجات اللي من هذا القبيل. يعني فبنشكرهم طبعا على مجهوداتهم وعلى يعني ادارتهم للدوله هنا، وبنتمنى ان شاء الله ربنا يحفظهم يعني، واحنا نكون دايما يعني مساعدين لهم في فكره المحافظه على الدوله هنا وعلى المجال الاستثماري، وبنشكرهم يعني بشكل كبير على التسهيلات اللي بيقدموها في فكرة إدارة الأعمال هنا في الدولة. نعم أكيد. نتشكرك كتير مستر حازم، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح إن شاء الله بالمستقبل. مستر حازم، حابين نقول للسادة المشاهدين كيفية التواصل مع شركة أرض العطاء. التواصل من خلال شركة أرض العطاء بيتم عن طريق الإيميل أو أرقام التلفونات اللي أنا إن شاء الله بلغها لحضراتكم بيها. وطبعا في جيميل أو السوشيال ميديا، كمان في لنا صفحه كمان على السوشيال ميديا. نعم. على فيسبوك.
نعم شكرا، متشكرك كتير مستر حازم، شكرا لك لظهورك معنا بالبرنامج. شرفتونا فعلا. شكرا مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.